بس يا جدعان ده اكونت الجديد. ايه ده؟ انت عايز ايه يا اسطى؟ الو ايه يا اسطى؟ الاكونت زي ما انا قلت لك بتاعك يا اسطى، بس بشرط تحدي انك تنزل تجيب 26 كيل وساعتها هيكون الاكونت بتاعك رسمي. السلام عليكم يا جدعان، عاملين ايه؟ معاكم امسال فيديو جديد. اول حاجه عايزكم نصلي على سيدنا محمد على افضل الصلاه والسلام. تاني حاجه يا جدعان، زي ما شفتوا في اول فيديو الحساب بقى بتاعي، بس بشرط ان انا انزل جيم تو سكواد انا ورش ونجيب 26 كيل. جبنا 26 كيل الحساب رسميا هيبقى بتاعي، وانتوا عارفين التحديات دي بتاعتي. مش عايز اقول لكم جبنا كام كيل في الاخر، شكلنا هنتبني التاني النهارده. حرفيا يا جدعان النهارده اقوى جيم عملته في السيزون ده، لو ما كانش اقوى جيم عملته في حياتي. فتابع الفيديو للاخر عشان تشوف العظمه دي. بس يا سمين مش عايز اقول لك في المقدمه قبل ما يبدا الفيديو، فاتمنى ان انت تعمل لايك. ف وانت اول مره تشوفنا زميلي وبتحب محتوى بابجي، عايزك تنزل تعمل اشتراك حالا وتفعل الجرس، هتتبسط معايا قوي. وهنا انا بتدند من كتر الاحتراف، يعني مش عايز اقول لك انا محترف قد ايه. فبس مش عايز اقول لك اكتر من كده، ويلا بينا. ترى ان اسطر الاول على الطياره معاه فلوس ياما، اللي هو ولا واحد فينا يعني. بص لا ولا فلوس ياما ولا حاجه. روزين يا اسطى، الحمد لله يا اسطى الواد لسه كان ماسك السلاح وعينه فيا. الواد طالع ايه ده؟ هو كان معاه شوت جن ده يا اسطى؟ خفت الصراحه، رحت جايبه. ما ضربش بيها ده، اتصنع مكان. لا هو اتلي فاهم ايه؟ كان عايز يدالي صح. ايه ده ايه ده؟ بس العيال بتسد المكان ده يا اسطى. في باب هناك يا عوض. تعالوا ورايا. وراك فين يا ابني؟ على الباب على ناحية اللي سبته وجيت. معاك طلق؟ طلق كام؟ طبعا. مع على القد قوي يا اسطى. خلاص خلوهم. تعال روح لليمين الأول. هو قدام اهو. قدامك يا زعيم. فين؟ مكمبة هنا في الحتة دي كده. دي بوت عندي. لا شوف البوتات دي يا اسطى اللي عندي. تعالى في بوت عندي. ثواني يا اسطى انا عندي بوت انا كمان. ما طلعش بوت يا اسطى، طلع لاعب. يلا يا اسطى. اه حرامي. يلا هات البوت ده، هات البوت ده. هو الترج عندي ما بتعملش ليه؟ انا معايا 8 كيلات استفتاح. حلو قوي حلو قوي، وانا معايا 2. حلو قوي يا اسطى الكلام ده. يلا بينا. كان في واحد معايا من فول ولا هو كان بيتهيألي؟ في 20 تاخد. انا عايز طلق 7 زياده زميلي، الدنيا معايا بايظه. ده اللي بكلمك فيه، تعالى. اللي ناس عندنا هنا. عاش قوي. على هادي على هادي خالص، على هادي. ايه ده؟ صاحبه فين؟ تاني وراه. ايه ده؟ يا لهوي يا لهوي على اللي انا عملته. ما كانوا فين دول؟ دول طلعوا كلهم من تحت الارض. مين ده بيك يا ربنا؟ في قاعد جت، قاعد جت. ماشي ثواني. ايوه اظبط حالك. ظبط حالك. كان نفسي في الصيدلية اللي انت خدتها دي. آه الدنيا يا صاحبي للأسف، للأسف الدنيا معيش بيبسات أساسا. أي حاجة فداك يا زميلي. في بوت ده؟ ولا إيه ده؟ سكواد يا اسطى؟ عيب عيب عيب. جبت واحد. فنشتهولك؟ يا ابن اللعيبة. معاك أنا، يا ابن اللعيبة حلوة أوي. إيه ده إيه ده؟ إيه ده؟ على هادي. فضل واحد أنا معايا. على هادي معاك أهو. بس سكواد مسك فاشون يا اسطى. جي جي ايه ده؟ ده كاد الطياره جوتس اللوبي. ايوه ايوه. بص انا التلات جثث. تعالى في بوتا بوتا، تلات بوتات. ايه؟ تلات بوتات. ايه؟
دي بوت تاني. فين؟ الناحية دي. اهو. يا لهوي يا جدعان على اللوت. بس استناني يا اسطى جلاوت معاك يا اسطى وخلي بالك عشان في لسه عالم كمبرة ومعايا 16 كيل. على هادي على هادي. صناديق صناديق رنجة. حد جاي؟ يا بوت. لهوي اللعبة رندرت عندي جامد. هم ابو عاد في السي 1 وكده يعني. وانا معايا 17 كيل 18. مش قاطع على حد يا اسطى؟ لا. سيبنا الاول طب. وبعدين يا اسطى في الكمبرة دي. ما انا بقولك سيبنا الاول. اهو افك. ايه؟ هو السطح اهو. دماغه اوبن بالنسبة لي. ممكن اجيبه. حلو قوي. بس زي ما انت كده. تعرف تفنش؟ لا ما انا هروح اشوف صاحبه بقى فين بقى. هو نزل لصاحبه اكيد صاحبه هناك. سلندر اهو صاحبه صاحبه على السلم. ها طلع له نزل تحت عندي يا اسطى نط نط معايا طيب اكشن كافي رندر ايوه ايوه بس خد الحوايج ده ولا ايه؟ شكلها كده صلي بينا على النبي ايه واحد اللي في قلبكم مالكم في ايه يلا امسله وين يا زميلي فين دماغك وينك ما شايفك فوق في الشجره هو يا اسطى تعرف لو معايا سنايبر هو مرد بس اديها لك يا اسطى ايه للاسف معناش عربيه اقول لك يعني نديها نبش اصبر احنا كفرنا وحش اصلا اقول لك ايه ابعد ابعد حاول تزاولهم انت حاول حاول تزاولهم من هنا انت انا مش عارف اضربه انا في دماغي حاجه اعملها انا مش عارف اضربه طب انا رايح على السلم انا فاهم بحيث لو حد فكر يبص اوبن فتح تعرف لو اعرفك لو اعرف مكانك صلي بينا على النبي عليه افضل السلام تعالى لي فايت من هنا مش هينفع انا بقول لك فايت هنا وحش مسكين علينا تقلع ماشي تعالى اي عربيه ونروح لهم من ظهرهم يا معلم فيها من ديهم العلقه التمام وربي لاجلكم وربي ما احلكم يا انا انتوا النهارده هستمر رايحه رندر على بعد مين لو شفت الواد ماسك السيد ازاي ماسكه بايده واسنانه ما على ايه في المستوى ده لو عليه عايز يشيل السيد ويمشي بيه اصلا يشيل السيد لا هو يا اسطى على الرندر بص في دروب ورا في دروب ورا نفسي اخده عشان معيش فيست وديني عليه تاني عديت شاف عليه يا نفسي اخده معيش فيست والدنيا بايظه الصراحه يا لهوي على الجمال يا لهوي على الجمال والحلاوه وديني انت هتديني خزنه ها مبين فودو ولا ايه تمام ماشي هتلف لهم انا بقول نقف هنا شوفهم بس عشان كان باجيه دول انت معكش خزنه زياده ما معيش الا خزنه واحده في الاي كي معيش الا سلاح واحد اتفضل اتفضل حضرتك ايه ده؟ معاكم بس ده احنا واحد تقريبا يا اسطى تعالى معايا كده يا ابني فجعتين اصبر قاعدة لسه هتبني ولسه هتكمبر لسه هتبني ولسه هتكمبر يا صاحبي ايوه على الواقعة الصراحة يا اسطى اخد النت في بقه في بقه هدفت له النت انا يعني من قبل حتى ما تسمعها عارف انت النت دي؟ اللي هي اول ما خلاص كانت ثانية قام يا عيني لا ودنيش اوعى بس اوعى وسع اقوم صندوق رنج حقير سكوب 6 اللي اتسرق مني يا صاحبي قوم قوم اوه سكوب 6 بس اللي اتسرق مني ده نميته يا عم على الحرام دروب ملغم ملغم بقول لك مش باين عليه اللي هو ملغم ولا ايه؟ روش في رندر حوالينا خلي بالك هو في سكواد رايح على الدروب يا اما في سكواد احنا رايحين عليه اي حكايه اصلا دخلني فيها يا لهوي لا وعلى الرندر يا اسطى عبيط وانا يا واحد لعيبه لا اطلع فوق ماشي خلينا هاي هاي يا ابن اللعيبة حلوة أوي الخطة دي ماشي فنشه طب حاول تفنشه
بس خلاص الواد تحتينا، على تحتينا النيدات. بحيي يا معلم. عيل بقول لك انا فتحت، ماشي انا بفلانكا، ماشي هم مركزين معانا. واحد نوك قول ديد، ماشي قول ديد. يا ابن اللعيبه انا يا جدعان انا خايف ابان التاني. لا عاش اذا فيها بان يا اسطى، انا خطفت العيال، العيال كلها اتلاشت هدات بودي هود، العيال اللي عماله تسمع في ودني. هو كان كام واحد تحتينا؟ اتنين بس. اه تقريبا هما تلاتة كلهم يا اسطى مش سكواد. ايوه فانا خطفت واحد فبقى اتنين، فانت جبت واحد فانا جبت واحد كان بيعمل كفر واللعبه مرندره. يلا بينا يا جدعان على هاكر، هاكر ربان يا اسطى. طلع بتاع ربان قوم جدع. حلوه الدايره بقت صغيره وبقى ايه خمسة فيها 30 كيل الدور ده انا وانت فيها. ودينا عند البيوت اللي على الجنب دي يا اسطى فاهم، في عربيه هنا اهي. ماشي ماشي يعني تقدر تاخدها بدل اللي ما فيهاش بنزين. يا لهوي يا اسطى قدامنا شكله. ماشي ما تدخلناش حضن بقى معلم و... يعني بدماغ كده او قدامنا في بيوت. اه اه با يلا في اول بيت. ها اول بيت يمين اضرب اتنين اتبقوا. بلع هيد بلع هيد. فنشهم فنشهم بقى واحد. ايه ده ثواني، ايه ده ايه ده ايه ده يا معلش. ده بقى توتو خالص يا اسطى، ده اللي بقى توتو توتو. انا بلعت لك اول ايه ده 26 كيل، ال 26 كيلو لوحدي انت عايش. يا لهوي يا لو جبنا ده يبقى 32 كيل. احلف والله هي دي، هي دي العوده من البان يا اسطى، دي العودة. هي دي الرجوع للبال يا اسطى. عدت من البال. يا نهار ابيض يا اسطى، يا نهار ابيض. يا لهوي على اللين ده يا جدع. انت احنا بقينا مش محترفين، احنا بقينا بندغدغ الدنيا يا اسطى. كل ما افتكر ايام ابو ضحكونا افتكر دلوقتي. لا يا اسطى ده في فرق مستوى 180 درجة. السكنات بتعمل شغل. لا يا عم مش غير سكنات يا عم. تعالى يلا بينا بقى واحد، تعالى نجيب عليه لقطة كاكاكو كاكو كاكاكي. انا من الزواحف كتاتلي. بقول لك يا اسطى ما تيجي في مره انت تلبس لبسه الدب وانا البس حامل الوباء وننزل من السيرفر. طب والله حلو يا عم، لو ننزل مع تيم اه ونخلق ونلعب نفسنا بوتات. لا ونتنطط ونروح ونيجي وننور بالحاجات دي خالص. والله اللي قدامنا هيستغربوا اصلا، يشيل السكنات كلها فاهم انت، ويخلي معايا مايمو فورت ادي بس. هلا كابتن كابتن ما فاضلش غيرك. بص ابصله اللقطه دي هتبقى جامده تيجي كده. كاكو كاكو كاكاكي كاكاكي الغلابه دي يا اسطى. اه ثواني عامل لك قاعده حلوه دلوقتي. لا وليه وانزل اتنوك يوم هو جايبك ومخسرنا الجيم كده. عارف عارف انت مش بتاع اللقطات انت. لا اقعد بقى ساكت اقعد ساكت. لا يا اسطى ما مش اهو يا اسطى اهو يلا بادي يلا مسلم الغزكو هتروح ولا مسلم؟ روح عليه يا عم اجيبها من بعيد. يا لهوي يا اسطى الورا هايل يا اسطى. ايه الورا لعيب يا اسطى وهايل يا اسطى. ثواني زي هو جوه؟ لا ورا. عم سيف ايه يا عم؟ اوف على دي عوده، اوف على دي عوده. 3241 دمج ب 27 كلايه لوحده. انت معاك كام كيل انت؟ خمسه. خمسة يعني 32 كيل عودة من البان ب 32 كيل. اه يا اسطى ايه الجمدان ده؟ ايه الجمدان ده؟ يا لهوي ده السيرفر مش اتحرق، اللعبة هنجت اصلا من كتر هي مش مستوعبة.
السيرفر مش اتحرق يا اسطى، ده احنا السيرفر اتعمل بطاطس. وبس يا زميلي كانت دي كل حاجه في النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبك. عملنا التحدي والحساب بقى بتاعنا رسمي. بس كده كان معاك امصله، ان شاء الله اشوفك الفيديو الجاي. سلام عليكم.